استنى يا هب استنى. اتفضل يا فندم. مدير شركه كونكورد وبتروجيت موجودين؟ موجودين يا فندم. طيب انت بتقول 1.4 مش كده؟ تمام يا فندم. انا بس هفكركم لما خلصنا الانفاق بتاعت بورسعيد والسويس والاسماعيليه، قلتوا ان احنا عايزين نشغل الناس، مش كده يا هاب؟ تمام يا فندم. كويس يا كامل، مش كده؟ فقلنا يا جماعه اذا كنتوا عايزين، احنا مش مخططين في المنظور اللي احنا فيه ده ان احنا نشتغل في نفق الشهيد احمد حمدي لغايه لما نقدر ندبر وما نضغطش على نفسينا. وانا قلت لكم ساعتها الا اذا يا ايهاب، ايوه فضل، كان الكيلو برقم غير اللي انت بتقول عليه ده خالص. فاحنا اذا كان كلامنا زي ما اتفقنا هيبقى كلام جميل ان شاء الله زي ما اتفقنا. طيب ان شاء الله خلاص تمام، يبقى زي ما اتفقنا. دي واحد. نمره اتنين، انا برضو في مقابل ده في عندنا مشروع اللي هم الانفاق بتاعت اسفل مطار القاهرة. المطار القاهرة كامل. تمام يا فندم. مش 2 كيلو؟ 2 كيلو يا فندم حفر نفقي ونص كيلو حفر النفق مفتوح، وطبعا الطريق السطحي. يعني 2 كيلو ونص انفاق، منهم 2 كيلو زي ما حضرتك امرت كده ان حفر بنفس المكنة دي. بنفس المكنة دي يا فندم ان شاء الله. طيب انا بقول لو هتاخدوا بالرقم اللي انا قلت عليه من الاول في عشان ناخد المشروع ده، هديكوا ال 2 كيلو دول. تمام. ماشي يا كامل؟ هيبقى فندم سعر ستك يعني سعر دلوقتي بقى كام سعر؟ لا لا، خلينا نتكلم كلام مناسب. وانا معلش يا ابا انا قاطعتك. اتفضل يا فندم. شوفوا احنا لما جينا نعمل الانفاق ديت، من الفكره دي من 3 4 سنين، كان حلم ان احنا نعمل الكلام ده بايد مصريه ومكان مصري وبتكلفه كمان مرشده كتير عن يعني لو استخدمنا شركات اخرى من خارج مصر يعني. وبالتالي بقى في النهارده 6 شركات شغالين، ولا اربع شركات شغالين في الموضوع دوت، بالاضافه للمقاولين العرب وراسكم مش كده؟ ايوه فندم. طيب فانا ساعه لما انا بقول الكلام ده دلوقتي واحنا بنتكلم فيه واحنا بنفتتح الكلام ده، ساعه لما قلنا الكلام ده كان بعيد علينا، كان بعيد علينا، وكان حلم يا معقول هنجيب نشتري مكن من بره؟ لما قالوا لي يعني قلت لهم هنجيب المكن ده خطر، والطيار اللي مش عارف ايه الكلام اللي بيتقال يعني، في اللي هم المحاذير بتاعت فنيات المشروع، قلنا نعمله حتى لو ان احنا استعنا بخبرات اجنبيه بس نعمله احنا. بقول الكلام ده دلوقتي ليه؟ بقول الكلام ده النهاردة وإحنا بصدد فعلا خلصنا 5 أنفاق. كان كل يوم أثناء ما أنفاق بورسعيد والإسماعيلية كل يوم أسأل كامل عليهم أخد تمام. في النفق ده كنت كل أسبوع ولا 10 أيام أسأل إيهاب عليهم. ده نتيجة إيه؟ الاطمئنان إن إحنا اكتسبنا الخبرة، وده أمر يعني ما يقدرش كتير. خلاصة الكلام إن لما يكون عندنا موضوع وباين عليه صعب وصعب تحقيقه، أبدا ندخل فيه بفضل الله سبحانه وتعالى بالعلم وبالإرادة وبالإخلاص، ولازم ربنا هيساعدنا وهننجح فيه. فأنا بس بقول الكلمتين، الرقم اللي احنا اتفقنا عليه إيهاب هو اللي احنا متفقين عليه. تمام يا فندم. شكرا. واحنا نستأذن سيادتك، احنا قادرين دلوقتي ان احنا نشتغل في 4 أنفاق في توقيت واحد. الشركات اللي موجوده عندنا، احنا كنا عاملين تحالف شركتين وشركتين، النهارده فندم كل شركه منفصله تقدر تنفذ نفق لوحدها ان شاء الله.